الله بدر احد الملاكمين ديال الكوكب اللي توج بالبطوله ايضا كاس العرج ماتين بجوج. عبد الله مرحبا بك معنا في الموقع ديال الكاس سبورت. عبد الله عاودنا شويه بعدا كيفاش جا اللقب ديال البطوله اللي كان هو الاخراني كيفاش كان؟ صعوبة الحمد لله، ولكن كان شوية ديال الانطريمان في المدرب ديالي لعضاء تحتمية ديال الكوب مراكشي، وفقنا الله تعالى في كأس العرش هو الأول نعم البطولة المغرب الداهية اللي تقام الفينال ديالها في مراكش، كان جمهور زويون صراحة ساندنا الحمد لله وفقنا الله على كل شيء. شمن وزن كتلعب أنت عبد الله؟ 60 كيلوغرام. اللاج ديالك دابا شحال عبد الله؟ 23 سنة. يعني باقي الله باقي نتسناو منك بزاف ديال الحوايج. عبد الله رجع معاك شويه للبداية، كيفاش بديتي البوكس نتايا؟ البوكس شنو نقول لك، خرجت من الدراسه مشيت للبوكس، مشيت للبوكس لقيت واحد المدرب اللي بحال با نمشي ليك ويجي ساعدني بزاف، ومشيت لعبت العام الاول جبت فيه بطولات المغرب وبقات المسيره بحال هكا. اي بطولات مشيت ليها تنجيو فيها ميداليه فضل الله تعالى. الدراري بزاف تيمشيو للكره تيمشيو لسميتو البوكس، انت كيفاش زعما جات هكا هي وصافي باش بدات تجيب الواحد واحد واحد الواليد ديالي كان عزيز عليه شويه البوكس كنت تقول له سير سير تريني وهاجي وهاجي. المهم انا قلت شي سقف فيا انا داك الشيء بليت به. عبد الله اللي بغى اللي بغى يلعب بوكس وياخذ بطولات، شنو اللي شنو اللي خص الحوايج اللي خصك اللي تقول لي انت هي اللي انا عندك دابا دوزت هذه المرحله ديال البداية، الحوايج اللي يمكن يساعدوا اي واحد باش ياخذ البطوله؟ اول حاجه يكون تيتصنت ويتريني من نفسه مزيان ان شاء الله غادي يوفقوا الله تعالى. هادو جوج حوايج خص بنادم يديرهم ديما في بالو، هو يتريني من مزيان ما يقولش راه انا غادي نتريني ولا كادي، تريني بنفسو ويتصن الكلام وان شاء الله غادي توفق. شنو اللي باقي لك دابا عبد الله؟ شنو اللي كتسنى انت؟ شنو الطموح ديالك دابا للجيش؟ نتمنى من الله تعالى الايامات قريب ان شاء الله غادي يعطوا لي كلمه سما، نتمنى ان شاء الله حتى انا نحقق تما ميداليات على الصعيد الوطني والصعيد العالمي والصعيد العربي بعدا، ونشوف هذه المسيره ديال البوكس مشرفه المغرب تاعنا ان شاء الله. شكرا عبد الله، نتمنوا لك التوفيق ان شاء الله ونسجلوا معك مره اخرى جبنا ميداليه هذه المره على الصعيد العربي ولا العالمي كيف قلت. شكرا، التوفيق عبد الله تبارك الله.